السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. هنكمل كلامنا. ده اكزامبل مثلا بيقول لي اسيوم ذا فولوينج رول. الرول ده عندي مديني بيقول لي اف ذا سكاي از كلير ذن ذا فوركاست از ساني، ومديني السيرتينيتي فاكتور بتاع ذا فوركاست از ساني دي ب 0.8، وعايز الكرنت سيرتينيتي فاكتور ده، وعايز للاتش ده جيفن الاي. الرول بتاعها ان السيرتينيتي فاكتور للهايبوثيسيس جيفن الايفيدنس، والايفيدنس عباره عن السيرتينيتي فاكتور بتاعت ذا سكاي از كلير ملتبلايد في السيرتينيتي فاكتور بتاعت الزن اللي هي فوركاست السن. فهو قايل لي مثلا السيرتينيتي فاكتور بتاعت سكاي از كلير دي ب 0.5، ودي سهل ان انا اطلعها من الداتا سيت بتاعتي اشوف هي بكام، او اجمع الايفيدنس بتاعت السكاي از كلير على كل الاوبشنز بتاعت السكاي فيطلع لي البروبابيلتي بتاعتها. السيرتينيتي فاكتور بتاعت الاتش والاي دي عباره عن النص بتاع السكاي از كلير ملتبلايد في ال 0.8 اللي هي فوركاست از سان. This result according to the previous table هنلاقي معناها would read as it may be sunny عشان ب 0.4. لو احنا لقينا 0.4 دي ورجعنا نلاقيها معناها maybe. لو رجعنا للجدول الاخير ده هنلاقي او الجدول بتاع الانتربريتيشن بتاع الانسرتن تيرمز هنلاقي معنى كلمه 0.8 maybe. يبقى انا لما طلعت هنا للرول ده السيرتينيتي فاكتور ب 0.4 معناها ان maybe sunny accordingly البروبابيلتي بتاعت السكاي والسيرتينيتي فاكتور بتاعت الزين ستيتمنت دي. لو كانت اف زين واضحه كده هيبقى عندي بقى مجموعه من الرولز فيها اند ستيتمنت فيها اور ستيتمنت زي ما خدنا في البرودكشن سيستم. عندي مجموعه من الرولز هيحصل لها فايرنج ات ذا سيم تايم. طب اعمل بيهم ايه لو في تو رولز مع بعض هما اللي هيحققوا الكونديشن بتاع الزين ستيتمنت؟ كل دي هناخد عليها اكزامبل. بيقول لي اهو لو عندي اند ستيتمنت يعني اف اول ايفيدنس اند ايفيدنس اللي بعد كده اند 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 وفي الاخر زن الهايبوثيسيس بسيرتينيتي فاكتور از كده هنعمل ايه؟ المفروض الرول بتاعي بيقول لي بملتبلاي السيرتينيتي فاكتور بتاع الهايبوثيسيس ملتبلايد في البروبابيلتي او السيرتينيتي فاكتور بتاعت الايفيدنس. طيب دول عندي مجموعه من الاند سيرتينيتي فاكتورز هاخد المينيمم بتاعهم، يعني اشوف اول سيرتينيتي فاكتور ل E1 بكام وسيرتينيتي فاكتور بتاع E2 بكام وE3 بكام وE4 بكام وE5 بكام لغايه ما اوصل لاخر واحد اخد الاند بتاعتهم المينيمم. المينيمم بتاعي ده واضربه في السيرتينيتي فاكتور بتاع الهايبوثيسيس هيطلع لي السيرتينيتي فاكتور بتاع الرول. نفس الكلام في الان في الاور، بس الاور باخد الماكسيمم بدل ما ياخد المينيمم زي ما اتعلمنا في الفازي لوجيك. يبقى انا لو عندي اند في الاف ستيتمنت هاخد المينيمم بتاعهم، لو عندي اور هاخد الماكسيمم بتاعهم. وده مثلا اكزامبل اهو بيقول لي اف ذا سكاي از كلير اند ذا فوركاست از ساني ذن ذا اكشن از وير سان جلاسز والسيرتينيتي فاكتور 0.8. عايز اعرف بقى السيرتينيتي فاكتور بتاع الرول ده قد ايه. السيرتينيتي فاكتور بتاع الرول ده هجيب السيرتينيتي فاكتور كلير او البروبابيلتي بتاعتها وهي ب 0.9، والسيرتينيتي فاكتور بتاع فوركاست الصني ب 0.7. اخد المينيمم عشان عندي اند ستيتمنت، وبعدين اضربها في السيرتينيتي فاكتور بتاعت الزين ستيتمنت اللي هي ب 0.8 طلعت ب 0.56. دي هنترجمها من الجدول اللي فات بقى ب probably it would be good ideas to wear sunglasses today. يعني دي احتمال يكون فكره كويسه ان انت تشتغل بتلبس السانجلاس. نفس الكلام بيتعمل على الاور، بس باخد الماكسيمم بدل ما اخد المينيمم. اهو if evidence E or evidence E2 لغاية EN then الهايبوثيسيس بتاعي certainty factor كذا، هاخد الماكسيمم بتاع evidence E1 و E2 و E3 لغاية EN،
اضربه في السيرتينتي فاكتور بتاع الهايبوثيسيس هيطلع لي السيرتينتي فاكتور بتاع الرول اللي عندي. وده انذر اكزامبل، هو نفس الاكزامبل بس يعني بسيرتينتي فاكتور مختلفه. اف سكاي از فور اوفر كاست اور ذا اوفر كاست از رين ذن ذا اكشن از تيك ان امبريلا بسيرتينتي فاكتور 0.9. هاخد الماكسيمم بتاع السيرتينتي فاكتور بتاع اوفر كاست مع الفور كاست از رين، ده كان ب 0.6 وده ب 0.8، الماكسيمم بتاعهم 0.8 اضربه في 0.9 طلع ب 0.72، ده السيرتينتي فاكتور ما بين الاتش واي ايفيدنس 1 يونيون ايفيدنس 2. ودي نترجمها الاولموست سيرتينتي از ان امبريلا should be taken today. certainty factor بقى between more than one rule بيقول لي when the same conclusion is obtained as a result of the exclusion of two or more rules. عندي اتنين rules او اكتر من اتنين rules، ايه الرول بتاعها؟ كل ده بيشتغل على one rule. طب certainty factor بتاع two rules مثلا زي C F1 يعني certainty factor rule 1 و certainty factor 2 اللي هو CF2 ده الـ confidence in hypothesis H established by rule 2. ايه اللي هعمله عشان اطلع الـ certainty factor الأخيرة؟ يقول لي بقى الـ value بتاعت أول certainty factor وتاني certainty factor. لو certainty factor 1 أكبر من 0 وسيرتينتي فاكتور 2 اكبر من الزيرو، يبقى التوتال سيرتينتي فاكتور بتاع الاثنين مع بعض عباره عن سي اف 1 بلس سي اف 2 مضروبه في 1 ماينس سي اف 1. لو الاثنين اقل من الزيرو، سيرتينتي فاكتور 1 اقل من الزيرو فاكتور 2 اقل من الزيرو اور يعني اكبر من اقل من الزيرو، هيبقى الكونكلوجن بتاعي بتاع 2 سيرتينتي فاكتور اجمع الاثنين 1 ماينس بتاع الاثنين. لو الاثنين اقل من الزيرو هتبقى سي اف 1 بلس سي اف 2 ملتبلايد في 1 بلس سي اف 1 بدل ماينس سي اف 1 لما كانوا الاثنين اكبر منه. يبقى انا عندي ثلاث احتمالات، لا اما يكون الاثنين اكبر من الزيرو وهيكون ليها رول، الاثنين اقل من الزيرو وليها رول، والنوع الثالث واحده فيهم اقل من الزيرو واعتبر بقى هي سي اف 1 ولا سي اف 2، والثانيه اكبر من الزيرو ليها رول ثالث. وده اللي بيطلع لي الكونكلوجن بتاع لو عندي مور ذان 1 رول، هم اللي بيطلعوا الكونكلوجن بتاع البروبلم بتاعتي. ناخد عليها اكزامبل. اتفضل يا باشمهندس. دكتور حضرتك السلايد اللي قبليها كده ثواني. اتفضل. هي الكونديشن الثاني والثالث زي بعض. الثاني والثالث ال اف سي اف 1 از ان 0 اور سي اف 2 از ان 0. هي دي بس اللي تحت معناها الاثنين هيكونوا اقل من الزيرو، اللي في النص معناها واحد اقل من الزيرو والثاني اكبر من الزيرو. ماشي، مش مفروض سي اف 2 تبقى مثلا جريتر ذان 0 مثلا؟ والله هو هي بس طريقه الكتابه غريبه شويه، بس هو الديفينيشن بتاعها ان مثلا سي اف 1 طلعت اقل من الزيرو وسي اف 2 اكبر من الزيرو، الكونديشن ده هيتحقق. تمام. او سي اف 1 اكبر من الزيرو وسي اف 2 اقل من الزيرو، برضه الكونديشن ده هيتحقق. فهو ببساطه يعني شرحه ان لو واحد فيهم اكبر من الزيرو وواحد اقل من الزيرو نستخدم الرول اللي في النص، لو الاثنين اقل من الزيرو نستخدم الرول الثالث، لو الاثنين اكبر من الزيرو نستخدم الرول اللي في النص. هو كان طبيعي يعني لما يجي يشرحها يقول اف سي اف 1 اقل من الزيرو اند سي اف 2 اكبر من الزيرو، او اف سي اف 1 اكبر من الزيرو اند سي اف 2 اقل من الزيرو، يعني كان يكتبهم الاثنين التو كونديشن، بس هو يعني كتبها كده بطريقه ابسط ان هو قال ان واحده منهم تكون اقل من الزيرو. فطبعا باي ديفولت احنا هنعرف ونقول ان الثانيه اكبر من الزيرو. تمام؟ تمام، شكرا. العفو. طيب ناخد اكزامبل عليها بقى، بيقول لي اف A is X
then C is Z with certainty factor 0.8. أو الرول الثاني if B is Y then C is Z بسيرتينتي فاكتور 0.6. يبقى كده الكونكلوجن بتاعي بتاع C أقدر أجيبه بقد إيه؟ أقدر أجيبه برول رقم واحد لو عندي الـ A، وأقدر أجيبه برول رقم اثنين لو عندي الـ B is Y. يبقى كده في تو رولز بيوصلوا لي نفس الكونكلوجن اللي هو الـ C. طبعا على حسب الـ A والـ B اللي عندي هقدر اوصل للC. بيقول لي if we have two pieces of evidence A is X and B is Y from different sources rule 1 and rule 2 supporting the same hypothesis C is Z. دي واحدة سبب واكمل معاكم. معلش كان معايا بس حاجه يا شباب. ففي الاكزامبل اللي معانا ده انا معايا تو رولز، رول رقم واحد ورول رقم اثنين، الاثنين بيوصلوا للكونكلوجن سي with different certainty factor. طب نحلها ازاي دي؟ احنا اتفقنا ان انا عندي ثلاث حاجات على حسب السيرتينتي فاكتور بتاعتي كانت هل الاثنين اكبر من الزيرو ولا واحد اكبر من الزيرو واحد اقل من الزيرو ولا الاثنين اقل من الزيرو. على حسب دول هشتغل باي رول منهم. معايا يا شباب؟ طيب هو بقى مديني ثلاث احتمالات وقال لي على اكوردنج للثلاث احتمالات دول طلع لي السيرتينتي فاكتور. ان كيس ان السيرتينتي فاكتور الاولاني بواحد والسيرتينتي فاكتور بتاع الايفيدنس الثاني بواحد، يبقى ده اني شرط فيهم يا شباب يتحقق؟ قال لي اول سيرتينتي فاكتور بواحد وتاني سيرتينتي فاكتور بواحد، يبقى اروح لاول رول ولا تاني رول ولا تالت رول؟ اول رول. اول واحد ان هو سيرتينتي فاكتور 1 اكبر من 0 لان هو ب 1، وسيرتينتي فاكتور الثاني ب 1 اللي هو اكبر من 0، يبقى اللي هو سي اف 1 زائد سي اف 2 في واحد ناقص سي اف 1. طب تعالوا نبص. اول واحده اول سي اف 1 دي اي از اكس بواحد، يبقى السيرتينتي فاكتور بتاعت الرول ده بكام؟ بتاع اول رول مش احنا قلنا السيرتينتي فاكتور عباره عن السيرتينتي فاكتور بتاع الاف في السيرتينتي فاكتور بتاعت الزن، يبقى واحد في 0.8 ده بتاع اول رول. والسيرتينتي فاكتور بتاع تاني رول عباره عن السيرتينتي فاكتور بتاعت البي از واي اللي هي بواحد مضروبه في السيرتينتي فاكتور بتاعت 0.6 اللي هي ب 0.6. يبقى اول واحد بواحد في 0.8 تطلع ب 0.8، تاني واحد بواحد في 0.6 اللي هي ب 0.6. معايا يا شباب؟ السيرتينتي فاكتور بتاع التولز بقى عباره عن اول واحد زائد تاني واحد في واحد ماينس اول سيرتينتي فاكتور، فهي 0.8 زائد 0.6 ملتبلايد في واحد ناقص 0.8 اللي هي سيرتينتي فاكتور بتاع اول ايفيدنس، يطلع التوتال سيرتينتي فاكتور بتاع السي اللي هو ب 0.92 باول يعني اسامبشن عندي ان انا خليت اول سيرتينتي فاكتور بواحد وتاني سيرتينتي فاكتور بواحد. واضح يا شباب ولا في حد عنده سؤال في الجزء ده؟ في حد عنده اي استفسار يا شباب؟ طيب الصوت واضح؟ طب اكمل ولا ايه؟ يا دكتور واضح. طيب الاسامبشن الثانيه ان كيس ان كان اول سيرتينتي فاكتور بواحد وتاني سيرتينتي فاكتور بنيجاتيف واحد، ده معناه ان اول سيرتينتي فاكتور باكبر من واحد
اكبر من زيرو والسيرتينيتي فاكتور الثاني اقل من زيرو، يبقى كده استخدم الرول اللي في النص اللي هو ده، اللي هو السيرتينيتي فاكتور 1 زائد سيرتينيتي فاكتور 2 على 1 ماينس المينيمم بتاع سيرتينيتي فاكتور 1 وسيرتينيتي فاكتور 2، بس باخد الابسوليوت فاليو بتاعته. طيب اطلع اول سيرتينيتي فاكتور، قال لي ديب 1 اضربها في 0.8 يطلع سيرتينيتي فاكتور 1 بتاع اتش وايفيدنس 1، وتاني واحد اضرب نيجاتيف 1 في السيرتينيتي فاكتور بتاع الزن بتاعتها اللي هي 0.6 يطلع نيجاتيف 0.6. يبقى دي اول سيرتينيتي فاكتور بنيجاتيف ب 0.8 وسيرتينيتي فاكتور بتاع الرول الثاني بنيجاتيف 0.6. اطلع الكونكلوجن بتاعي بقى عباره عن السمشن بتاع الاثنين، يبقى 0.8 بلس ماينس 0.6 على 1 ماينس المينيمم بين الاثنين، بس اخد الابسوليوت 1 ماينس المينيمم بتاع 0.8 ونيجاتيف 0.6 اللي هو 1.6، 1 ماينس 0.6 ب 0.4. اقسم بقى اللي هو 0.8 ماينس 0.6 اللي دي تطلع ب 0.2 على 1 ماينس المينيمم اللي هو 0.6 يطلع 0.2 على 0.4 تطلع بنص. دي في الحاله الثانيه. الحالة الثالثة هأسيوم إن الاثنين سيرتينتي فاكتور بنيجاتيف 1، كده معناها إن الاثنين أقل من الزيرو، وده هاخد الشرط رقم 3، الرول رقم 3 اللي هو بيقول لي لو سيرتينتي فاكتور 1 أقل من الزيرو أند سيرتينتي فاكتور 2 أقل من الزيرو. في الحالة دي هطلع سيرتينتي فاكتور 1 لوحدها و2 لوحدها، وهيبقى الكونكلوجن عبارة عن سيرتينتي فاكتور 1 بلس سيرتينيتي فاكتور 2 مضروبه في 1 زائد سيرتينيتي فاكتور 1. وزي ما اتعلمنا وطلعنا سيرتينيتي فاكتور 1 و2 اللي هو بضرب السيرتينيتي فاكتور اللي هي نيجاتيف 1 في السيرتينيتي فاكتور بتاعه الزن، يبقى نيجاتيف 1 في 0.8 بنيجاتيف 0.8، تاني واحده نيجاتيف 1 في نيجاتيف في 0.6 تطلع بنيجاتيف 0.6. اطلع بقى الكونكلوجن عباره عن اول واحد زائد تاني واحد مضروبه في 1 ماينس اول سيرتينيتي فاكتور تطلع بنيجاتيف 0.92، وطبعا معناها ديسبليف اكتر لانها بالنيجاتيف. دول اكزامبل بيشرح الثلاث حالات لما يكون عندي مور ذان سيرتينيتي فاكتور بيشتغلوا في نفس الوقت. واضح يا شباب؟ في حد عنده اي استفسار في الجزء ده؟ هي يا دكتور المساله بتبقى كيس واحده بس من الثلاثه دول، مش بعمل الثلاثه. طبعا وهناخد اكزامبل دلوقتي بقى في برودكشن سيستم كامل ونشوف لو هما تو رولز نشتغل بيهم مع بعض، لو وان رول نشتغل بيه عادي. فهي المساله بتيجي يعني، بس انا اديتكم جنرال كيس، لو جت كده هنعمل كذا، لو جت كذا نعمل كذا، لو جت الناحيه الثانيه نعمل كذا. بس انت اكيد هيجي لك حاله من الثلاثه، في يعني ممكن يجوا ثلاث حالات بس في ثلاثه ديفرنت سيناريو يعني، بس في نفس السيناريو بتيجي دي او دي او دي، مش الثلاثه. واضح؟ تمام يا دكتور. طيب ده اكزامبل بقى بيقول لي بقى ايه؟ The expert system is required to establish certainty factor for the multi-valued object tomorrow. يعني بيشرح زي كيس كده وعايز يعرف بكره ايه اللي هيحصل. فبيقول لي rule 1 مثلا if today is rain then tomorrow is rain ب certainty factor 0.5. رول رقم 2 بيقول لي today is dry يبقى then tomorrow is dry بسيرتينيتي فاكتور 0.5. رول رقم 3 today is rain يبقى and rainfall is low then tomorrow is dry بسيرتينيتي فاكتور 0.6. رول رقم 4 if مثلا today is rain و rainfall is low و temperature is cold يبقى then tomorrow is dry بسيرتينيتي فاكتور كذا. بيقول لي رول رقم 5 مثلا if today is dry and the temperature is warm then tomorrow is rain ب certainty factor 0.65. رول رقم 6 بيقول لي if today is dry and the temperature is warm and the sky is overcast then tomorrow is rain ب certainty factor 0.55. بيقول لي بقى عايز اعرف بكره بقى ايه اللي هيحصل، وهيديني مجموعه من الفاكتس زي ما اتعلمنا، ايه الانبوتس او الفاكتس اللي عندي؟
ان مثلا the weather today is rain و rainfall is low with certainty factor كذا و temperature today is cold with certainty factor 0.9. دي الفاكتس اللي عندي وبعدين نشتغل عليها. معلش يا شباب اديني دقيقة كده واكون معاكم.